بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، نجدد اللقاء بكم في إطار المحاضرة الثانية ضمن مادة القانون التجاري الأساسي. فبعد أن تناولنا في المحاضرة الأولى نبذة أو تقديم عن القانون التجاري، وكذلك أدرجنا من خلالها تعريفه وأبرز الخصائص المميزة للتجارة، ثم أدرجنا خاصيتين تتعلقان بالقانون التجاري. سندرج باقي الخصائص، حيث أننا سنتناول الخاصية الثالثة والمتعلقة بضمانة تسديد الديون التجارية. هذه الخاصية التي لا تقل أهمية عن سابقتيها والمتعلقتين بالإثبات بين القانون المدني والقانون التجاري، وكذلك الفرق بين الكراء المدني والكراء التجاري. بالنسبة لضمانة تسديد الديون التجارية، حيث أن الثقة والائتمان هما أساس العمل التجاري، حرص المشرع المغربي على توفير مجموعة من الضمانات التي تمكن الدائنين من استيفاء ديونهم بحلول أجلها، أي بحلول أجال استحقاق هذه الديون. فالمشرع يسعى إلى حماية الدائن في إطار هذه الديون، عكس ما هو عليه الحال في الديون المدنية، حيث يرجح مصلحة المدين ويحرص على حمايته. وهذا ما سنحاول توضيحه من خلال ما يلي. أولا، في حالة توقف المدين عن الدفع، سنرى يعني هذا الإشكال في إطار القانونين المدني والتجاري. ففي القانون المدني يعني يختلف الوضع كثيرا بخصوص هذا الإشكال. فإذا كان المتوقف عن الدفع شخصا عاديا، أي ليس تاجرا، فإن القانون المدني لم يحدد أي نظام للتصفية الجماعية لديونه، كما هو الشأن بالنسبة للتاجر من خلال القانون التجاري، خاصة في إطار الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بنظام معالجة صعوبة المقاولة. فالمدين غير التاجر يحتفظ بممتلكاته، وعلى كل دائن له متابعته لمطالبته بالآداء والحجز على ما يمكن الحجز عليه من ممتلكاته، وهذا ما أكده المشرع من خلال الفصول، يعني بعض فصول قانون الالتزامات والعقود، منها الفصل 1241 الذي ينص على أن أموال المدين تعد ضمان عام لدائنه، ويوزع ثمنها عليهم أو يوزع ثمنها عليهم بنسبة دين كل واحد منهم ما لم توجد بينهم أسباب قانونية للأولوية. وأضاف المشرع المغربي في الفصل الموالي أن الأسباب القانونية للأولوية بطبيعة الحال هي الامتيازات والرهون وحق الحبس، إلا أنه إذا كان المتوقف عن الدفع تاجرا فإن المشرع المغربي أقر نظام التسوية أو التصفية القضائية، ويمكن تصفية ديون التاجر المفلس أو المتوقف عن الدفع، وذلك بغل يده عن التصرف في أمواله ليتم بعد ذلك بيعها وسداد الديون التي في ذمته بإشراف القضاء. فالغاية الأساسية من فرض هذه الجزاءات تتمثل في الحرص أو حرص المشرع على الحفاظ على نظام الائتمان الذي يعد عصب التجارة ومحركها الأساسي. سننتقل إلى نقطة أخرى تتمثل في تضامن المدينين،
حيث أنه برجوعنا إلى الفصل 164 من قانون الالتزامات والعقود نجده ينص على أن التضامن بين المدينين لا يفترض، ويلزم أو يلزم أن ينتج صراحة عن السند المنشئ للالتزام أو من القانون، أو أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة. إن تطبيق هذا الفصل يخص الديون المدنية دون الديون التجارية، حيث اعتبر المشرع التجار المدينين بالتزام تجاري متضامنين في ذلك الالتزام، وهذا ما تم إدراجه في المادة 135 من مدونة التجارة التي تنص بدورها على أن يفترض التضامن في الالتزامات التجارية، إلا أن مبدأ التضامن هذا ليس من النظام العام، بمعنى أنه يمكن الاتفاق على مخالفته. فيما يتعلق بإنذار المدين بالتنفيذ، أولا يجب أن نقف عند تعريف هذا الإنذار الذي هو عبارة عن دعوة الدائن مدينه بتنفيذ التزامه داخل أجل محدد، وهو لا يكون واجبا إلا إذا كان الالتزام لم يعين له أجل للتنفيذ. أما إذا عين له أجل فإن المدين يكون في حالة مطلق بمجرد مرور الأجل دون تنفيذه. فإذا كان الالتزام تجاريا فمن المتفق عليه أن يوجه الإنذار بأية وسيلة كانت، كتابية، كرسالة عادية، أو فاكس، أو برقية، أو غيرها، كما يمكن أن يوجه بطريقة غير كتابية مثل مكالمة هاتفية أو شفهية، ما لم يكن هناك نص يستوجب أن يتم الإنذار بشكل معين كما هو الشأن في حالة عدم الوفاء بالشيك أو الكمبيالة. أما عن حالات توجيه الإنذار في الالتزامات المدنية فإنه يجب أن يوجه كتابة، إما بواسطة البريد المضمون أو بالطريقة الرسمية عن طريق رؤساء المحاكم الابتدائية. الخاصية الأخرى هي نظرة الميسرة، حيث يتم اعتماد هذا المبدأ في الديون المدنية بمنح القاضي المدين آجالا معتدلة للوفاء مراعاة لمركزه، مع ضرورة استخدام هذه السلطة في حدود ضيقة انسجاما مع مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 243 من قانون التزامات والعقود. هذا بخلاف الديون التجارية التي تقوم على السرعة والائتمان، ومع ذلك فإن المشرع في إطار الكتاب الخامس من مدونة التجارة والخاص بمساطر صعوبة المقاولة تبنى نظاما شبيها بنظام نظرة الميسرة. فيما يتعلق بمعدل الفائدة التجارية، حيث ينص الفصل 871 من القانون المدني أن اشتراط الفائدة بين المسلمين باطل ومبطل للعقد الذي يتضمنه، سواء جاء صريحا أو اتخذ شكل هدية أو أي نفع آخر للمقرض أو لأي شخص غيره يتخذ وسيطا له، إلا أنه استثناء يسمح بها فيما بين التجار، وهي تستحق من دون اشتراط، وتعين بالاتفاق بين المتعاقدين على أن لا تتجاوز الحد القانوني المتمثل في 10%، وعليه فهي تحسب على أساس سنة كاملة، وكل اتفاق مخالف يعد باطلا في حالة كون الغرض المدني، أما في حالة الغرض التجاري فيجوز احتسابها بالشهر. خامسا أو الخاصية الخامسة وتتمثل في التقادم المسقط، حيث أن المعاملة المدنية تتقادم بمرور 15 سنة
في حين أن المعاملة التجارية تتقادم بمرور 5 سنوات فقط، سواء كانت المعاملة بين تاجرين وبين تاجر وغير تاجر، إلا أن المشرع نص على مدد تقادم أخرى. دعوى أصحاب الفنادق والمطاعم والوسائط والسماسرة تتقادم بسنة واحدة. دعاوى الكمبيالة ضد القابل تتقادم بمضي 3 سنوات تبدأ من تاريخ الاستحقاق. دعاوى المطهرين بعضهم في مواجهة البعض الآخر وضد الساحب تتقادم بمضي 6 أشهر تبدأ من يوم قيام المطهر برد مبلغ الكمبيالة أو من يوم رفع الدعوى ضده، وهذه الأجال نفسها تطبق على تقادم دعوى السند لأمر. وبالنسبة للشيك، فدعوى الحامل ضد المطهرين والساحب والملتزمين الآخرين تتقادم بمضي 6 أشهر ابتداء من تاريخ انقضاء أجل التقديم. الخاصية السادسة، وتتجلى في الأهلية لممارسة العمل المدني والعمل التجاري، حيث يحرص القانون المدني على حماية ناقص الأهلية وفاقديها، ما يمنعهم من التصرف في أموالهم بشكل منفرد، كما أنه في حالة إبرامهم لعقود تسببت لهم أو هذه العقود سببت لهم أضرار يمكنهم إبطالها. هذا عكس القانون التجاري الذي تعامل مع ناقص الأهلية وفاقديها بشكل مغاير. فحرصا على حماية مصالحهم منعهم من ممارسة بعض الأعمال التجارية حتى وإن كان ذلك بواسطة وليهم الشرعي، هذا بخصوص التعامل بالأوراق التجارية كالشيك والكمبيالة وسند لأمر. إلا أن المشرع في بعض الحالات لا يولي مسألة نقصان الأهلية أهمية كما هو الشأن بالنسبة لإنشاء شركات الأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة التي يجوز لناقص الأهلية أن يكون ضمن شركائها دون أن يكون لذلك أي تأثير على قيام الشركة، كما لا يمكن إبطالها لهذا السبب. سننتقل أعزائي الطلبة إلى الفقرة الثانية والتي عنوناها بالتقنيات المستعملة في القانون التجاري. أولا، يعطي القانون التجاري أهمية للشخص المتعاقد باعتبار القانون التجاري قانون المحترفين، فهو لا يولي أهمية كبيرة للمتعاقد، بمعنى أن القانون التجاري يفترض فيه الحرفية والخبرة والتجربة في مجال المال والأعمال، ما يجعل عيوب الرضا وحماية الإرادة تحتل فيه مرتبة ثانوية عكس ما عليه الحال في القانون المدني، بمعنى أن التاجر لا يمكن أن يحتج ضد تاجر آخر بعيوب الإرادة كالغبن الاستغلالي أو يعني العيوب المتعارف عليها والمدرجة في القانون المدني كالغبن الاستغلالي وكذلك التدليس والإكراه وغيرها من عيوب الإرادة، بمعنى أن التاجر لا يمكن أن يحتج ويدعي أن تاجرا آخر يعني قام ببيعه بضاعة معينة وهو مغبون، يعني لم يكن يعلم أن هذه البضاعة ذات جودة يعني ناقصة، يعني ليست كما كان يريدها أو أنها مستوردة من دولة أخرى لا يريد التعامل. فالتاجر يفترض فيه أن يكون ملما بهذه المسائل، بما أنه يتاجر في بضاعة معينة أو يمارس نشاطا تجاريا معين، فيجب أن يكون ذا خبرة ودراية بمجال عمله
ولا يمكنه أن يحتج بأن إرادته معيبة في تعامله مع تجار آخرين مثله. فتداول الأسهم غير الإثمية مثلا يجعل الشركة نفسها لا تعرف من هو الشريك فيها، هذا أمر غير وارد في القانون المدني. فمثلا إذا أخذنا نموذج شركة المساهمة نجد أن شركة المساهمة تتضمن مجموعة من الشركاء، وهناك فئة معينة من الشركاء التي تتداول الأسهم غير الإثمية، وبالتالي هؤلاء الشركاء لا يكونون معروفين لدى باقي الشركاء الآخرين داخل الشركة، باعتبار أن أسهمهم غير إثمية لا تحمل إثم هذا الشريك أو صفاته أو ما شابه، وبالتالي لأن هدفهم في هذه الشركة هو الربح، تقسيم الأرباح فقط لا غير، فلا يهمهم أن يعرفوا شخصية الشريك الآخر ومن هو وكيف يتعامل، هدفهم هو أنه قد يكون شريك في دولة وشريك آخر في دولة أخرى، وتم يعني اقتنى أسهما وهي أسهم غير إثمية، وبالتالي فلا يمكن أن يكون معروفا لدى الشركاء الآخرين، مما يجعل يعني معرفته بهم سواء شخصية أو معرفة اسمه قد تكون يعني لا تكون لها قيمة ولا يكون لها أهمية، الهدف هو مساهمته في الشركة واقتسامه للأرباح إن كانت هناك أرباح بطبيعة الحال. كما أن القانون يعني بالنسبة هذا القانونين المدني والتجاري الاختلاف من حيث منح أهمية كبيرة للشكلية، حيث أن القانون التجاري في الآونة الأخيرة أصبح أكثر شكلية من القانون المدني، فبالرغم من مبدأ حرية الإثبات في المعاملة التجارية التي سبق أن أدرجناها، أي أننا قلنا فيما سبق أن التاجر يمكنه إثبات يعني الإثبات بجميع وسائل الإثبات المتاحة، إلا أن هناك يعني صدام مع هذه الميزة الأخرى، هذه الميزة الأخرى طلبتي عفوا بالنسبة للميزة، هذه الميزة يعني تؤكد أن الشكلية أصبحت تعرف تطورا كبيرا في إطار القانون التجاري، فبالرغم من مبدأ الحرية في الإثبات في المعاملة التجارية إلا أن الممارسة أثبتت أن الشكلية تسهل كثيرا العمل التجاري. لماذا؟ لما توفره من وضوح وربح للوقت. ومن مظاهر هذه الشكلية يعني بعض الأمثلة هو التعامل بالعقود النموذجية، سنقف هنا قليلا، حيث نجد أن أغلب المعاملات التي أصبحت يعني العقود النموذجية يعني فرضتها بعض الظروف وبعض المعاملات وبعض التعاقدات في المجال التجاري، حيث أن أصبحت بعض الشركات تلجأ إلى عقود مطبوعة سلفا لا يكون أمام الطرف المتعاقد معها سوى أنه يقرأ ذلك المطبوع، قد يفهم أو لا يفهم مضمونه، ثم يوقع وينخرط في ذلك العمل التجاري. وبالتالي فهذه العقود النموذجية أصبحت موضة العصر وأصبحت موضة التجار يلجؤون إليها في أغلب معاملاتهم التجارية، ما جعل القانون التجاري يعني يتجه نحو منحنى صعيدي في إطار الشكلية. فالنماذج المطبوعة بالنظر لدقة ووضوح النص الذي تعتمد عليه تحاول دون يعني وهذا فيه دعم للثقة في الاتفاقيات، يعني اللجوء إلى هذه المطبوعات أو هذه النماذج العقدية يعني يعزز الثقة بين التجار، يعني أن الاتفاقيات التي يقومون بإبرامها يبرمونها وهم مرتاحين لأنهم اطلعوا على هذا العقد النموذجي أو هذا المطبوع
وقد يطلبون مدة، لأن هناك بعض المطبوعات كما أشرت التي تتضمن شروطا إذعانية وتضمن بنودا يصعب فك مغزاها. إلا أننا نفترض في التجار في العمل التجاري أن التاجر لا يجب أن يحتج بالغبن أو التدليس، فيجب أن يكون عارفا وملما بهذه المضامين التي يتم إدراجها في هذه المطبوعات، أو أن يستعين بشخص آخر ذو خبرة في هذا المجال ثم يفسر له ويوضح له ما تتضمن هذه العقود النموذجية أو هذه الاتفاقيات التي صيغت مسبقا دون أن يكون حاضرا. كما أن القانون التجاري أقر مجموعة من السندات الشكلية التي تتم بها بعض العمليات التجارية مثل الأسهم وسندات القرض وشهادات الاستثمار. يعني طلبتي الأعزاء، هذه الكلمات أو المصطلحات جديدة عليكم أظن، يعني جديدة على باقي الطلبة الذين يطلعون والمجتهدون والمجيدون الذين يسبقون الأستاذ ويطلعون على المحاضرة حتى قبل أن يلقيها الأستاذ، فأنا يعني أثمن مجهوداتي من هذا المنبر. إلا أن بعض الطلبة يعني لا يطلعون على هذه المسائل بالنسبة لسندات الاستثمار والأسهم وشهادات وسندات القرض وشهادات الاستثمار. هذه المصطلحات تتعلق بقانون الشركة التجارية الذي إن شاء الله سيتم تدريسه لكم في الفصول التي ستأتي إن شاء الله في المستقبل. ثالثا، يعني إعطاء أهمية للأمر الظاهر، هذه خاصية أخرى يعني تؤكد أن القانون التجاري يولي أهمية كبيرة للأمر الظاهر. ما المقصود بذلك؟ فالسرعة التي تتم بها المعاملات التجارية لا تسمح بالإحتياط كثيرا وضياع الوقت في التأكد من كنه العملية وخلفياتها، فضغط الوقت يفرض على التاجر أن يطمئن إلى ما هو ظاهر، وبالتالي فالقانون التجاري يأخذ بما هو ظاهر أو بالأحرى بالأمر الظاهر. يعني هذا قانون المجازفة والمغامرة، يعني مجموع القانون التجاري هذا هو يعني ما يجعله قانونا، كأن إذا تدرسه وكأنك تعيشه يعني في الواقع. يعني هذه الأمور نعيشها يوميا، خصوصا إذا كان أحد أقاربكم تاجرا أو تحتكون بمن يمارس التجارة، فالتاجر يغامر، فهو ليس لديه الوقت للاطلاع على بعض تفاصيل يعني المعاملة التجارية. فإذا أراد اقتناء بضاعة ما، فقبل أن يأتوا تجار آخرون ويسبقونه إلى اقتنائها، فهو يجب أن يسرع ثم يقوم بالعملية بطريقة سريعة أو بالأحرى بالأمر الظاهر، حيث أنه بسهولة يقبل التضحية بالحقيقة إذا كان لا يعكسها ما هو ظاهر، ويضفي المصداقية حينئذ على ذلك الوضع. ومن ذلك مثلا إضفاؤه صفة تاجر على الممنوعين من ممارسة التجارة، اعتبار الشركة الباطلة شركة واقع، وتحميله الشركة المسؤولية تجاه الغير عن تصرفات مسيريها التي تتجاوز حدود صلاحياتهم، واعترافه أيضا بحق حامل السند عليه لمجرد حيازته له، وغير ذلك من الأمثلة. ونظرا للأهمية التي يوليها القانون التجاري للأمر الظاهر، هو الذي جعلته يولي اهتماما للشهر ويشترطه في العديد من التصرفات القانونية، وذلك مثل شهر الشركة وشهر التصرفات القانونية الواردة على الأصل التجاري، بمعنى أن العمليات المنصبة على الأصل التجاري كالبيع والرهن وتسيير الحر أو تقديمه حصة في شركة، يجب أن يقوم مالك أو صاحب الأصل التجاري بمجرد إبرامه إحدى العقود شهره في الجرائد المسموح لها بنشر إعلانات القانونية، حتى يطلع الغير على هذا التصرف أو على هذه العملية التي أجريت على هذا الأصل التجاري حماية لحقوقه
لحقوق الأغيار، يعني حتى يعرفوا أن هذا الأصل التجاري تمت عليه عملية الرهن، وحتى لا يقدمه الدائن المرتهن أو المسير الحر كي يقدمه ضمانا لأخذ ديون أو شيء من هذا القبيل. ثم أن القانون التجاري يعتمد على الشهر، فهذه الشهر بمعنى هذا من الضوء، هذا الشهر يعد من المظاهر الجديدة التي أصبحت تطبع العمل التجاري، وهي تتناقض وطابع السرية في هذا الأخير، والذي يعتبر مشروعا في بعض الأحيان كما هو الشأن بالنسبة للمحافظة على السر البنكي والسر الصناعي والسر المتعلق بالطرق التجارية، إلا أنه بهدف حماية الأغيار والاقتصاد الوطني بصفة عامة، فقد اقتضت الضرورة إخضاع كثير من أوجه النشاط التجاري للشهر، كالتصرفات الواردة على الأصل التجاري أو تلك المتعلقة بالشركات التجارية. ثم الحاجة إلى تطور القانون التجاري باستمرار، حيث أن القانون التجاري يتطور باستمرار، ففي كل يوم هناك ابتكار لتقنيات وطرق تجارية جديدة، مما يتطلب تأطيرا قانونيا ملائما. فطرق التوزيع ووسائل التمويل تتطور باستمرار، وتتطور معها بفعل الحرية التعاقدية تقنيات التعاقد. فالمرونة التي يتسم بها قانون التجارة أعطته قدرة كبيرة على التطور من هذه الناحية، ولعل أبرز مثال على ذلك هو ظهور تقنية تعاقدية جديدة مثل الائتمان الإيجاري، بيع المنقول مع الالتزام البائع بالصيانة، وعقود الفاكتورينج وغيرها. ونكون بهذا قد انتهينا من إدراج مميزات القانون التجاري، وانتهينا من هذه المحاضرة، لننتقل بعدها إن شاء الله للحديث في يعني النقطة الموالية عن مصادر القانون التجاري. إلى ذلكم الحين أستودع الله لي ولكم، وبالتوفيق إن شاء الله.